السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم مجددا في فيديو جديد على قناه بريزما للمعلومات. التي اس باسين وسيط مميز جدا يقوم بنسخ متداول محترف في مجال التداول بطبيعه الحال للحقيقه نتائج تصل الى ازيد من 90% بحيث انه هذا يعني الوسيط بطبيعه الحال تقوم بالانضمام الى التليجرام الخاص بهم سواء على القناه او كذلك على الجروب او من خلال المواصله او الاتصال بهم عبر الانستغرام وكذلك حسابهم على تليجرام حساب الادمين الذي سوف تجدونه في الديسكريبشن الفيديو حيث سوف يمكنكم لا محال من تحقيق نتائج جيده. ما يميز هذا الوسيط عن باقي الوسطاء انه يعني نسبه الربح تصل الى ازيد من 90%، استرداد الراسمال يعني ممكن، استراتيجيات احترافيه، دعم فني على مدار الاسبوع، يعني كل هذا واكثر سوف تكتشفونه في من خلال هذا الوسيط. دائما كما نقول يعني لا تصرف مبلغا غير مساعدا خصوصا في مجال التداول، مجال مليء بالمخاطر خصوصا ان كنت مبتدئا فيه، ولكن اذا كنت تريد نسخ او الاعتماد عن استراتيجيات او توصيات خاصه بهذا الجروب اتي اس باسين فهو سوف يفيدك لا محال في هذا المجال سواء كنت مبتدئا في المجال او محترفا بطبيعه الحال. اذا ما عليك سوى بالدخول الى الديسكريبشن فيديو ستجد جميع الروابط التي هي مرفقه مع هذا الفيديو، وبعد الفاصل سوف نتعرف كثيرا عن ما هي الخلفيه الخاصه بهذا الوسيط او البروكر وكل التفاصيل الخاصه به من خلال حسابنا على الانستغرام، من خلال نتائج الزملاء السابقين والعديد من التفاصيل التي سوف نتعرف عليها بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. بريزما للمعلومات. السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بريزما المعلوميات. نقدم لكم فيه خدمة ATS باسينغ بطبيعة الحال الذي تقوم بنسخ لتاجر محترف في مجال التداول، وهذه العلامة فهي تأسست سنة 2020 لكنها غيرت العلامة التجارية هذه السنة بطبيعة الحال. لديها استراتيجية احترافية وتستخدم دائما وقف الخسارة ودائما هنالك مخاطرة قليلة. هدفها هو إدارة أكبر قدر ممكن من رأس مال الممول لتوسيع النطاق هذه، كذلك يعني معدل نجاح 90% بدون مع وبدون خيارات ضمان استرداد بطبيعة الحال، والعديد من الميزات التي ستتعرف عليها في حلقة اليوم عبر ATS باسينغ بطبيعة الحال. كما تشاهد لديهم كوميونيتي على الانستغرام، كما تشاهدون اخواني اخواتي يعني لديهم كوميونيتي يعني تصل الى ازيد من 400 سبسكرايبرز، يعني هنالك ازيد من 5000 ممبرز في كذلك التليجرام الخاص بهم. لديهم انستغرام خاص بطبيعه الحال، يمكنك التواصل معهم عبر الكونتاكت او كذلك عن طريق ATC باسين ادمين بطبيعه الحال إذا أردت التواصل مع الأدمين، لأنه هو الذي سوف يبدأ معك العمل في التليجرام. فيمكن كذلك إرسال لهم رسالة عبر الإنستغرام. هنالك التريدرز بطبيعة الحال، هنا كما تشاهدون أشخاص الذين يعملون في المنصة كما تشاهدون يحصدون أرباح يعني كبيرة وكبيرة جدا من خلال استعمالهم يعني هذه المنصة بطبيعة الحال أو هذه الخدمة، هذا الوسيط إن صح التعبير الذي يقوم بنسخ متداول محترف للغاية، وبالتالي أغلب يعني التوصيات الخاصة به تكون يعني ناجحة 100% تقريبا، يعني أزيد من 90% من التوصيات فهي ناجحة بطبيعة الحال كما ذلك في هذه الواجهة. كذلك لديهم الريفيوز، يعني أشخاص يتحدثون يعني ثانكيو وما إلى ذلك، يعني يشكرون المنصة، يعني حصل على زائد 9% من الأرباح. هنا كذلك يعني أرباح جيدة حصل عليها بعض الأشخاص يتواصلون معهم عن طريق التليجرام وخدمة التليجرام عن طريق الأدمين بطبيعة الحال. ثم لديهم كذلك يعني تشالنج والبيت، هنا الأشخاص الذين يسحبون الآن زائد 5000 دولار، زائد 400 دولار، زائد 700 دولار، زائد 956 8000 دولار وما إلى ذلك كما تشاهدون. يعني هؤلاء الأشخاص الذين يربحون من خلال استعمال خدمة الأدمين، يعني ATS باسين ادمين، ترسل له رساله وتبدا في التشالنج. كما تشاهدون بعض الـ يعني البوستات التي هي منشوره حول ATS، يعني كيف تعمل، يعني تعمل مع ماي فوركس فاند، يعني ما العديد من المنصات التي تظهر لك هنا كما تشاهدون بلس 95% من الارباح مع هذه المنصه التي تظهر لك
بطبيعة الحال هنا يعني ATS باسين دائما فهم يربحون، وبالتالي اوردر بلاتفورم او اوردر سيرفيس فهي سهلة، يعني دائما تقوم بعمل كونتاكت لهم، لديهم ليرنينج استراتيجي، يعني العديد من الاشياء التي ننصحكم بزيارة فقط تيليجرام او انستغرام الخاص بهم. هنا كذلك يعني البروف ثيرموي باس بطبيعة الحال، اف تي مو، تري فوركس فوند، يعني العديد من المنصات التي يعملون بها. هناك كذلك 10K الى 50K 440 دولار، ويد ريفوند غارانتي 389 دولار، 100K الى غايه يعني 500K فيصل الى 349 دولار، يعني ويد ريفوند غارانتي 489 دولار، يعني يعملون بالنسبة المئوية وليس بالدولار كما تشاهدون إخواني أخواتي. أوردر استراتيجي، فهنا يعني يعطونك الاستراتيجية التي يعملون بها بطبيعة الحال كما تشاهدون إخواني، كل التفاصيل هنا تظهر لك بالاستراتيجية التي يعملون بها. كذلك يعني العديد من لماذا نحن، يعني يقول لماذا نحن، فهم توفرا على الريزولت مميزة، 350 تشالنج كومبليتد، يعني البرايس بروفيشنال ابروش، ريفاند جارانتي، سيبور يعني متوفر دائما، يعني وكيف يعملون. هنا يشرح لك جميع التفاصيل الخاصه بكيفيه وماهيه العمل في المنصه، مجموعتهم عبر التليجرام فهي على الشكل التالي، يتم نشر فيها جميع الاشياء المتعلقه بالارباح كما تشاهدون. مثلا هذا الشخص يعني فهو حقق توتال زائد 2.6 كما تشاهدون اخواني اخواتي، ارباحه في البالانس تصل الى 2600 دولار يعني بسهوله وبالاعتماد على توصيات هذا الموقع كما تشاهدون، يعني بلس 1% اليوم كما تشاهدون. يعني هؤلاء الأشخاص يحققون ربح كبير من خلال التوصيات التي تقدمها ATS Passing بطبيعة الحال كما تشاهدون. ستجدون العديد من الأشياء، إذا أردت كنتم مهتمين تتصلون مع الأدمين عن طريق التليجرام الخاص بهم، هنا يظهر جميع التفاصيل الخاصة كما تشاهدون إخواني أخواتي. حتى في الجروب الخاص بهم الآخر الذي فيه أزيد من 400 شخص، فهنا ينشرون كل التفاصيل كذلك، فستجدون كل شيء منشور على هذا الجروب كما تشاهدون إخواني أخواتي. الأشخاص الذين يربحون، استراتيجي الأشخاص، يعني الفيديوهات، يعني مثلا هذا الشخص فهو لاحظوا انه يحقق تريد يعني كما تشاهدون، يعني عالي وعالي جدا كما تشاهدون. هنا يعطوك جميع التفاصيل المتعلقة بهم بطبيعة الحال. إذن إخواني أخواتي وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، دائما لا تنسوا يعني الروابط سوف تجدونها في الديسكريبشن فيديو بخصوص الانستغرام وكذلك التليجرام الخاص بهم. تحياتي لكم، نلتقي إن شاء الله في مواد أخرى. Peace and love، ولا شيء مستحيل أمام الإرادة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.